ميت يوع محتار ودك تاكل شيء لذيذ، خلي الموضوع علينا. شوف استمتع بقطعة النجتس وبالعافية، شوف الطريقة السهلة والبسيطة. واو طعمها يخبل لدرجة اني ما كنت اتوقعه صراحة. دياي مفروم، بصل، ثوم، كمون، كزبرة، فلفل اسود، فلفل احمر، هيل، ونمكس كذا تكون متماسكة. بني بأي قالب، اهم شيء نغطيه بورق النايلون. نوزع، بنحط طبقة ثانية، بنحاول نساويها وعلى الفريزر لين ما تتجمد طشة. بعد ما تجمدت نبدأ نقطع طحين بيض بقسماط، بنغلفها بالطحين، بعدها البيض، بعدها البقسماط، وبنكرر الطريقة لين ما تخلص الكمية. وتقدروا تخزنونها في الفريزر او غايته زيت.